هلو، اهلا بيكم في كوزين ده بسمة. النهارده هنعمل سلطة الكينوا والافوكادو. هقطع المشروم واشوحه في الطاسه، وابتدي اقطع الفلفل الالوان. انا هستخدم فلفل احمر وفلفل اصفر، هقطعه بالطريقه دي حتت صغيره خالص. على فكره السلطة دي ممكن نعتبرها وجبه كامله وحلوه جدا للي بيحب ياكل اكل هيلثي او عايز يعمل دايت. هجيب الأفوكادو وأشيله بالطريقة دي، وبرضه هقطعه حتت صغيرة. على فكرة الأفوكادو مصدر هايل للدهون الصحية، بيقلل من الكوليسترول وحلو جدا لصحة القلب. هقطع الكابوتشي بالطريقة دي، كل الخضار هقطعه صغير علشان يبقى شكله حلو في السلطة. السلطة دي حلوة جدا، مليانة بالخضار والمعادن والألياف والدهون الصحية والبروتينات. هزود فراولة، الفراولة حلوة جدا في السلد وطعمها ما بيبقاش مسكر خالص، فعلا بتغير طعم السلد. هحط الكينوا بعد ما سلقتها لمدة 10 دقايق وصفيتها من المية، وعليها المشروم والفراخ المشوية والدريسنج. دي السلد بعد ما خلصت. على فكرة الكينوا مصدر قوي للبروتين وانتي اوكسيدنت ومليانة بالالياف، بتحسس الواحد بالشبع لفترات طويلة. يا رب الوصفة تكون عجبتكم، وبون أبيتي.